كورة السلة في نادي الزمالك مر عليها أساطير ونجوم كتير حققوا ألقاب وبطولات وإنجازات عدد من النجوم دول هيفضل في وجدان جماهير القلعة البيضة على مر التاريخ الراحل عادل إبراهيم واحد من الأساطير اللي جمهور الكيان مش هينساه وهيفضل فاكر كل إنجازاته وبطولاته علشان كده استحق انه يكون بطل من ابطال القصص الزملكاويه وواحد من ملوك الصالات في قلعه البطولات كابتن عادل ابراهيم اتولد يوم 28 مارس 1951 وظهر حبه للعبة العمالقة من وهو طفل صغير قبل ما ينضم لنادي الزمالك علشان يكتب فيه تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات بطل قصتنا اللي ودع دنيانا في شهر مايو اللي فات تألق لسنوات طويلة بالتيشرت الأبيض أبو خطين حمر في الستينات والسبعينات وحقق عدد كبير من الإنجازات في لعبة العمالقة هتفضل شاهدة على تاريخ أسطورة كورة السلة الزمالك حتي بعد رحيله كابتن عادل ابراهيم لعب مع كتيبة النجوم وجيل الأساطير في نادي الزمالك واللي كان بيضم سيد ابو الدهب واسماعيل سليم والشهيد مبارك عبد المتجلي وعادل عبد الفتاح والراحل أحمد السحرتي والراحل عادل شرف وغيرهم من نجوم عمالقة مئة عقبة وحققوا بطولات وانجازات كتير منها الدوري والكاس وبطولة القاهرة اكتر من مرة وكمان لف مع فريق كرة السلة بالزمالك في كل مكان ولعب في بطولة اوروبا والدول العربية ده غير مشاركته مع منتخب مصر في جميع البطولات. الاسطورة الراحل كان من نجوم منتخب مصر اللي شارك في دورة الالعاب الاولمبية سنة 1972 واللي اتلعبت في مدينة ميونخ الالمانية وبعد اعتزاله اتجه للتدريب وكان مكتشف عدد كبير من النجوم وكان الاب الروحي ليهم زي الحسيني سمير عادل إبراهيم ساهم خلال تاريخه الحافل بالبطولات بالتيشيرت الأبيض بإن يكون عمالقة ميت عقبة ضيف دايم على منصات التتويج المحلية والإفريقية علشان كده نادي الزمالك هو ملك كورة السلة بالألقاب والإنجازات اللي كتبها أساطير النادي على مر العصور وبقى هتاف صباح الخير صباح النصر احنا ملوك السلة في مصر ماركة مسجلة باسم نادي الزمالك